لو أول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات على الكل علشان يوصلك إشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا أول بأول. طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية كمان إن شاء الله. عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل، وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متقسمة لوحدها، تقدر توصل لأي فيديو بسهولة. وما تنساش تتابعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت برايمري 3 الصف الثالث الابتدائي ترم 2 الترم الثاني. والنهاردة هنبتدي نشرح يونت 8 او الوحدة التامنة Seasons of the Year. Seasons of the Year او فصول السنة، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يونت 8 يونت جميلة جدا، بتكلمنا عن الفصول الخاصة بالسنة والشهور الخاصة بكل فصل، وكمان الويذر او الطقس شكله بيبقى عامل ازاي في كل سيزون من السيزونز المختلفة. النهاردة اول حاجة بيزي بي بتقول لنا look انظر listen استمع and read واقرأ. هتنظر وبعدين هتستمع للقراءة بتاعتي وبعدين هتقرأ لوحدك. زي ما قلنا قبل كده لازم نعمل reading لوحدينا ونتعلم ازاي نعمل reading بشكل سليم، علشان خلاص احنا كبرنا، السنة الجاية هيكون عندنا ان شاء الله امتحانات، فلازم نكون مستعدين ونكون شاطرين كلنا. بعدين بتقول لنا who like the fall، مين اللي بيحب الفول، الفول اللي هو الخريف، وبعدين why لماذا. فمرة تانية look listen and read who likes the fall why. فزي ما احنا شايفين قدامنا يا اصحابي الفاميلي الجميلة دي قاعدة بتتكلم مع بعضها وهي بتاكل اللانش او الغدا بتاعها. فهنا البنت الصغيرة الجميلة دي بتسأل باباها وبتقول له داد ابي what is your favorite month what is your favorite month، يعني ايه هو الشهر المفضل بتاعك، ايه شهرك المفضل. فهو بيقول لها I like January I like January يعني أنا بحب شهر يناير. I like January best يعني بحب شهر يناير أكتر حاجة. Because it's cold because it's cold لأنه بيكون بارد. I like cold weather I like cold weather أنا بحب الطقس البارد. And you بيسألها وانت بقى. يبقى مرة تانية Dad what is your favorite month I like January best because it's cold. I like cold weather. And you. فهي بترد على باباها وبتقول له I like August. I like August best. I like August best يعني أنا بفضل شهر أغسطس اللي هو شهر 8. Because it's hot. Because it's hot لأنه بيكون ساخن بيكون حر. And I can go to the beach. I can go to the beach أنا أقدر أروح الشاطئ. What about you mom يعني ماذا عنك يا أمي. يبقى مرة تانية I like August best because it's hot and I can go to the beach What about you mom. فمامتها بترد عليها وبتقول لها I like the fall I like the fall أنا بحب شهر الخريف because لأنه It's not too hot ما بيكونش حر قوي. In some places في بعض الأماكن there are very beautiful colored leaves بيكون في بعض أوراق الشجر الملونة الجميلة جدا. يبقى مرة تانية I like fall because it's not too hot. In some places there are very beautiful colored leaves. هو كان بيسألنا في الأول خالص بيقول لنا مين اللي بيحب الفول. طبعا احنا عرفنا دلوقتي اللي بيحب الفول هو المذر. آخر حاجة صديقنا أخوهم الصغير ده بيقول I like the spring I like the spring أنا بحب الربيع because لأن there is a lot of
sunshine. There is a lot of sunshine. يعني بيكون هناك طبعا الشمس مشرقة جدا. Today it is rainy. Today it is rainy. النهاردة الجو ممطر. But tomorrow it will be sunny. لكن بكرة بيكون الجو مشمس. Hooray. مرحى. Hooray يعني مرحى. طبعا هو بيحب السبرينج او الربيع علشان خاطر بتبقى الشمس مشرقة بشكل كبير. وبعدين هو بيقول لها النهاردة الدنيا ممطرة لكن بكرة هتكون sunny. Hooray طبعا مرحى هو سعيد. يبقى مرة تانية. I like the spring because there is a lot of sunshine. Today it is rainy but tomorrow it will be sunny. Hooray. طبعا بيزي بي كانت سألتنا في الأول مين اللي بيحب الفول, فاحنا عرفنا ان هي المذر. طب وهي سألتنا في الآخر قالت لنا why, فالمذر كانت بترد وبتقول because it's not too hot, لان هو مش حر قوي. In some places there are very beautiful colored leaves, او في بعض الأماكن بيكون هناك بعض أوراق الشجر الملونة الجميلة جدا. طبعا هنا أصحابي بيزي بي بتورينا الفرق بين السيزونز المختلفة أو الفصول المختلفة, فجايبلنا هنا طبعا 4 بيكيتشرز أو 4 صور لأربع شهور في أربع فصول مختلفة. بتقول لنا listen, استمع, point, أشر and say وقل. فإحنا طبعا أول صورة فيها صديقتنا دي طبعا واضح جدا إن ده الوينتر أو فصل الشتاء. النوفمبر في شهر نوفمبر اللي هو شهر 11 It's cold. It's cold. إنها باردة. الجو بيكون بارد. In August في شهر أغسطس اللي هو شهر 8 It's hot. It's hot. بيكون الجو حر. In April. In April أو في شهر 4 أو في شهر إبريل شهر 4 It's sunny. الجو بيكون مشمس. In January. In January في شهر يناير It's rainy. It's rainy. الجو بيكون ممطر. الطقس بيكون ممطر. فهنا بتوضح لنا 4 months او 4 شهور مختلفة في اوقات مختلفة من السنة, والweather او الطقس بيكون مختلف طبعا طبقا لكل وقت من الاوقات دي. طبعا عايزين نبقى عارفين يعني ايه summer. summer يعني فصل الصيف. summer. summer يعني فصل الصيف. fall. fall يعني فصل الخريف. fall. fall يعني فصل الخريف. winter. winter يعني فصل الشتاء. winter. winter يعني فصل الشتاء. spring. spring يعني فصل الربيع. spring. spring يعني فصل الربيع. كمان مش عايزين ننسى the weather. the weather أو حالة الطقس. sunny. sunny يعني مشمس. cold. cold يعني بارد. rainy. rainy يعني ممطر. hot. hot يعني حار, يعني الجو بيكون حار. وما ننساش لما نيجي نتكلم عن حالة الطقس أو to talk about the weather, لما نيجي نتكلم عن حالة الطقس بقول it's وبعدين حالة الطقس حالة من الحالات اللي احنا خدناها من شوية, وبعدين today. today يعني اليوم يعني النهاردة. فمثلا صديقنا بيقول it's cold today. it's cold today. الجو بارد اليوم. الجو بارد اليوم. هنا صديقنا بيقول it's hot today. it's hot today. بيقول الجو حار النهاردة. طبعا واضح جدا ان البيكيتشر الاولانية في فصل الشتاء او في الوينتر, اما الصورة التانية فهي في فصل السمر او الصيف. هنا قاعدين على البيتش او على الشاطئ, وهنا طبعا واضح جدا ان هم لابسين الملابس الخاصة بالوينتر او في فصل الشتاء. كمان عندنا في يونت 8 او في الوحدة الثامنة بنتكلم عن الازمنة المختلفة. في عندنا في اي لغة في الدنيا ثلاث أزمنة أساسية. الأزمنة دي ممكن بعد كده نقسمها لحالات مختلفة, لكن هو في كل لغة في الدنيا هم ثلاث أزمنة. زمن الماضي, الحاجة اللي حصلت وانتهت خلاص. زمن المضارع, المضارع الحاجة اللي لسه بتحصل دلوقتي. زمن المستقبل, المستقبل الحاجة اللي لسه هتحصل, الحاجة اللي لسه ما حصلتش
والمفروض ان هي لسه هتحصل. الماضي يعني past. past past يعني الماضي. tense يعني زمن. tense يعني زمن. الماضي يعني past. ال present يعني المضارع. present يعني مضارع. present يعني مضارع. future future يعني مستقبل. future future يعني مستقبل. كل تنس او كل زمن من الازمنة دي بيكون فيه keywords او كلمات بتدل على الزمن ده. يعني انا لما اجي اتكلم عن الماضي في كلمات بقولها في كلامي كده، لما انت تسمعها تعرف ان انا بتكلم عن الباست تنس او زمن الماضي. لما اجي اتكلم عن المضارع في كلمات بقولها في كلامي، لما انت تسمعها تعرف ان انا بتكلم على حاجة بتحصل دلوقتي او present tense زمن المضارع. لما باجي اتكلم عن حاجة لسه هتحصل بعد كده في المستقبل، يعني في كلمات بقولها لما انت بتسمعها بتعرف ان انا بتكلم عن future tense او زمن المستقبل. فهنا بيوضح لنا ان الكيوردز او الكلمات اللي ممكن تدل على past او على الماضي، مثلا yesterday. yesterday يعني امس، يعني امبارح. yesterday امس او امبارح. yesterday. اما البريزنت او المضارع فممكن اقول today. today يعني اليوم، النهارده. today today يعني اليوم او النهارده. اما الفيوتشر او المستقبل ممكن اقول tomorrow. tomorrow او غدا. tomorrow tomorrow او غدا. طبعا الفاعل او السبجكت اللي موجود في الجملة، لو انا بتكلم عن الweather the weather او الطقس يعني، فthe weather او الطقس ده حاجة اسمها غير عاقل. احنا اتفقنا ان غير العاقل في اللغة الانجليزية هو اي جماد او اي حيوان او اي شيء غير البني ادمين، ده بنعتبره غير عاقل. وطبعا لو هو حاجة واحدة مفرد يعني بنقول عليه it. it it. زي مثلا لما باجي اتكلم عن الكات او عن الدوج او عن التشير او عن اي حاجة غير عاقل بقول عليها it. كمان لو بتكلم عن اي حاجة غير عاقل هي لا كات ولا دوج ولا حتى تشير، هي مش جماد ولا حيوان بس هي برضو مش بني آدم، زي حالة الطقس أو the weather برضو بنعتبرها غير عاقل وبنقول عليها it. فهنا السبجكت أو الفاعل بيكون it لو أنا بتكلم عن the weather. فيبقى بالتالي لما أجي أتكلم عن the weather عايز أشيل كلمة the weather بحط مكانها إيه؟ بحط مكانها it. طبعا verb to be أو فعل يكون في الباست أو في الماضي اسمه was. was يعني كان. was كان خلاص في ما في الماضي بقى. past يبقى حتى بالعربي لما اقول لك يكون في المضارع في الماضي اسمها كان خلاص. يبقى في الباست verb to be اسمه was. يعني لما اجي اقول لك امبارح كان الجو مشمس فبقول لك yesterday it was sunny. yesterday it was sunny. امبارح كان الجو مشمس. يبقى yesterday ادي الكيورد. it ده السبجكت او الفاعل او او الضمير اللي احنا بنتكلم عنه، مش هقول the weather بقى، انا شلت the weather وقلت it. was لان انا بتكلم عن yesterday فامبارح، ف was كان sunny. sunny يعني مشمس. طبعا عندنا حلقة خاصة verb to be موجودة وشرح verb to be بشكل مفصل موجودة في قوائم التشغيل على القناة، وأسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن أسفل الفيديو. لو حابين ترجعوا لها تقدروا تلاقوا verb to be مشروح بشكل مفصل وبأمثلة كتير جدا موجودة عندكم على القناة. أما في present أو في المضارع والكيورد بتاعتها today، طبعا ال subject زي ما هو ما بيتغيرش طبقا للزمن، لكن الفيرب او الفعل اللي هو verb to be هيكون is. is يعني يكون. it is. فمثلا ممكن اقول لك today it is hot. النهاردة الجو حر. today it is hot.
الجو النهارده حر. طب لما باجي اتكلم عن الفيوتشر او عن المستقبل بقول لك مثلا تومورو او غدا بكره، عايز اقول لك ان بكره مثلا الجو هيكون برد. فطبعا ات زي ما قلنا هي السبجكت او الفاعل مش هيتغير طبقا لزمن الجمله، لكن اللي هيتغير هو الفيرب. فتو بي فيرب تو بي اللي هو فعل يكون في المستقبل اسمه will be، will be سوف يكون. فبقول لك tomorrow it will be cold، tomorrow it will be cold يعني بكرة الطقس هيكون بارد. لازم نحفظ الكلام ده كويس جدا. يبقى verb to be في الماضي اسمه was، was يعني كان. في المضارع اسمه is، is يعني يكون. في المستقبل اسمه will be، will be يعني سوف يكون. ودي اهم جزئية لازم نحفظها ونخلي بالنا منها النهاردة. وبكده اكون انهيت شرح درس النهاردة. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو اعجبك الدرس اعمل لايك. اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.